509 بيوت حكومية وبمساحة 300 متر مربع للوحدة السكنية، جديد المدن الإسكانية ولفئة من باع بيته شرق منطقة تيمة، تبدأ معها مرحلة أولى لمشروع سيبصر النور في قادم أيام. عمل متواصل يسابق الزمن لإنجاز مشروع شرق تيماء لمن باع بيته للمواطنين المشمولين بقانون رقم 2 لسنة 2015. نسبة الإنجاز الفعلية الحالية فاقت النسبة التعاقدية بمعدل 4 أضعاف.